الانطلاق وماذا يدور من تحدي وإثارة هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع صدارة هذا الشوط هنا في هذا الأداء المميز الجميل. نتابع هنا الانطلاق ونتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع النصر لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم ضمرة أحمد بن سلطان بن رشيد، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول زعفران، في المركز الثاني من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيلي من ينطلق بهذه التحديات الجميلة والإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام هنا على المركز الثاني بينما المركز الثالث المركز الثالث ويأتينا هملول من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والعابر على المركز الرابع، هنا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم محمد بن علي العويسي في تضميرة، وعلى المركز الخامس، والمنطلق شاهين من هجن الزعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يأتينا خامسا. وفي المركز السادس، هناك الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة هنا أيضا في هذا الأداء. ياتي مياس وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وهناك شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز الثامن المفتي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم يضمر طارش بن مبارك بالقبع. والمركز التاسع، شاهين سمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال الهيان وعلي بن سعيد بن مبارك لوهيبي في تضميره. وعاشر مراكزنا ياتي ضاري لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى، المنطلقه في التحدي، المنطلقة في الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا على أرضية هذا الميدان، نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. زعفران على الصدارة، زعفران على المقدمة لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيلي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني، والمفتي يتسلل إلى المركز الثاني هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقبع في تضميرة، من ينطلق على المركز الثاني وثالث المراكز. ياتي شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلال ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، هنا نتابع مشاهدينا الكرام ونتابع هنا القادم مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع هنا مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هملول من الجانب الآخر من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وخامس المراكز جاهين من هجن الزعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع في هذه الانطلاقة هنا على المركز الخامس. سادس المراكز زعفران من هجن الرئاسة وعيسى بن سعيد الخيلي في تضميره، وياتي العابر سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم محمد بن علي العويسي.
الفارسي في التضمير، من ينطلق بالتحديات الجميله. سابعا المركز الثامن النصر، ثم عمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. هنا من ينطلق على المركز الثامن، تاسع المراكز ياتينا شاهين اسمه الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال نهيان، والمركز العاشر ينطلق ظاهري اسمه الشيخ حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي في تضميره. هذه هي النتيجه، ها هي النتيجه للمراكز العشره الاولى. نتابع مشاهدينا الكرام الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، نتابع هنا شاهين على المقدمة على المركز الأول، ينطلق بصدارة هذا الشوط من هجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي، من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني والعابر، العابر اسمه الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن علي العويسي في التضمير. وفي المركز الثالث، المركز الثالث المفتي، المفتي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير. وعلى المركز الرابع وصل هنا شاهين من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد من مروشد. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس شاهين اسمه الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال نهيان وعلي بن سعيد بن مبارك لهيبي في تضمير. وسادس المراكز، هملول من هجن الرئاسه مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وياتي زعفران من هجن الرئاسه ايضا مع عيسى بن سعيد الخيلي هنا منطلقا سابعا. وفي المركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن ينطلق بدوري هنا يتحدى مجاس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم، يتابع مسري بسالم بالعرطي الحميري. وتاسع المراكز، ضاري ياتينا في المركز التاسع، ضاري لسمو الشيخ حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. ووصل شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. وهنا اسم جديد مبسوط هنا، ينطلق اسمه الشيخ احمد بن سعيد المكتوم بقيادة سيبق الفان غويص، ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى الصدارة هنا مع مدرج الهبوط والثنين كيلومتر بوابة المدرج هنا والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية استرايت لاين إلى المنصة هنا إلى الفوز إلى الناموس. هو هنا الصدارة، الصدارة مع شاهين من غير على الصدارة، ثم الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك لهيبي في تضمير. وعلى المركز الثاني هنا ياتي شاهين من هجن العاصفه وغياث الهلالي في تضمير. المركز الثالث العابر لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم وحمد بن علي العويسي في التضمير. وشاهين من هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروهيد في تضميره، ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس المفتي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة في تضميره. ومبسوط هنا قادم هنا مبسوط قادم ايضا ينطلق من مركز الى مركز هنا في هذه اللحظات. في هذا الاداء الجميل اسمه الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيبق الفان لغويص، ومن الجانب الاخر عاد النصر هنا اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في تضميره. هنا ضاري اسمه الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المضمر فهد بن حصين النعيمي، وشاهين من هجن العاصفه غياث الهلالي في التضمير. وياتي مشاغب سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. الله 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 الله، التحديات قويه هنا. الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير
الخير الأخير، وهنا الصدارة، هنا المقدمة وشاهين على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. ثم شق محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، علي بن سعيد بن مبارك رهيبي في تضميره، ولكن أرى هناك شاهين من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، هنا المتألق من ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة وغياث، الهلالي ثلاثية جميلة، ولكن هنا شاهين في هذا الانطلاق المميز، السلوم والتحديات الجميلة. شاهين ينطلق على الفوز، ينطلق على الناموس في هذه اللحظات. شاهين هنا من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد ينطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. هو شاهين هنا ينطلق بالفوز، ينطلق بالناموس. تهانينا لهجن زعبيل ومالكها سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لأبو سعيد على هذا الأداء المميز الجميل في هذه الانطلاقة الجميلة. ها هو الشاهدون جاهين على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. شكرا يا المتألق، وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. المركز الثاني وصل هنا شاهين سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، وفي المركز الرابع العابر، في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الخامس وصل هنا أيضا ضاري سمو الشيخ حمدان بن بن سعيد المكتوم. المركز السادس براق سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع ابو خليفه من اتى بهذه الانطلاقه. ونعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني.